السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضر بريوش جديد مميز بشكل جديد، وأيضا بدون بيض بدون زبدة، وكيجي مسفج وخفيف وحشوة كذلك جد رائعة في الشكل، كيجي غزال. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخاطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كيف ما كتلاحظوا كيجي واحد البريوش غزال وجديد وزوين بزاف عاد، وكيف ما تلاحظوا ما فيه لا بيض لا زبده، وسهل التحضير، والمنظر ديالو انتما كيف غادي تلاحظوا كيجي رائع. بالنسبه للدقيق، الدقيق الفرص كنحتاجوا هنا 500 غرام ديال الدقيق الفرص، ما يعني تقريبا 5 أكواب. عندنا 200 ملل ديال الحليب، عندنا الزيت 150 ملل كوب الا ربع، عندنا سريد السكر الخشن جمع كبار ما يعني تقريبا 40 غرام، الخميرة ديال الخبز نصبة، الخميرة ديال الخبز إذا كان الحال سخون كنديرو تقريبا 8 غرام، معلقة كبيرة ما عمراش، إذا كان الحال برد كنعمرو المعلقة كتجي عامرة 10 غرام حتى 11 غرام. هنا الملح تقريبا معلقة صغيرة. بسم الله كنصبو الدقيق، كنصبو الخميرة، كنصبو فوق منها السكر الخشن، الملح، هنا كنمزجو هاد المكونات، من بعد كنصبو الزيت، كنصبو الحليب. بالنسبة لهاد الحليب راه دافي ماشي سخون بزاف، دافي. كنمزجو هاد المكونات. بسم الله. بعد ما درنا الحليب الآن كنحاولو نصبو الماء، ماء دافي شيئا فشيئا. حنا كنجيبو غنقول لكم القياس بالضبط شحال. بعد ما جمعنا العجين، بالنسبه للماء السرك هي تقريبا 120 ملل، نص كاس وافي تقريبا. من بعد كنحاولوا نقلبوها مزيان، باش ما الكنه كتصبح رطبه. بسم الله. بعد ما قلبنا العجين صبح على هذا الشكل، نتوما كتلاحظوا الان غادي نتركو حتى يخمر. بسم الله. بعد ما خمرت العجين كما كتلاحظوا الشكل كي كتخمر الشكل ديالها، نحاولوا نخرجوا ليها نخرجوا لها الهواء، ونقسموها قطع كي تما كتلاحظوا رطبه بزاف. يعني نحاول نقسمها تقريبا الى قطع تقريبا ديال 8 الكويرات. بسم الله. بعد ما شفنا تبيض القطع كنديروا الكويرات وتنطبقهم جانبا حتى نبر لكم الحشوه اللي غادي نديروا فيها. هانتوما راه الطبيب طبي بزاف، واحد الرطوبيه فيهم عجيبه، كذلك كيجيو مزيانين حتى المنظر. دابا تلاحظوا كي كيجيو الشكل ديالهم، وكنطبقوا جانبا وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكوب. الان كنطيب الكويرات ونحضروا الحشوه. بسم الله. بالنسبه للحشوه كنحتاجو اننا ريكوتا جبن، راه سبق ليا حضرتو بجوج مكونات، عندي تقريبا هنا 150 غرام، انا تقريبا 60 غرام تاع الفرماج الاحمر وموزاريلا، انا 3 المعالق تاع القزبر والمعدنوس. بسم الله. الان كنمزجو هاد المكونات بهذا الشكل، كناخدو غير شويه ديال الملحه، قليل من الملح، دائما الملح حسب الذوق لان الفرماج مالح، وكنمزجو هاد المكونات مزيان. بسم الله. الان كناخدو الكويره الاولى على هذا الشكل، انتما كتلاحظوا كنحاولو نسرحو هاد الكويره مزيان على هذا الشكل حتى نسرحوها مزيان. بسم الله. بعد ما سرحنا العجين على هذا الشكل كناخذوا اما القطع تاع البيتزا ولا كناخذوا موس، كنحاولوا نديروا شرائح ولكن ما كنوصلوش حتى الجوانب، تنخليو واحد الجوانب شويه المسافه بيناتهم. حتى
حتى النص، حتى نحصل الوسط تاع هذا العجين، تنحصلوا على الوسط ديالو، تنبقاو غاديين لان باقي كنلمو على جوج. بعد ما شرحنا حتى النص تقريبا، الان غادي نحاولوا نلميو على هذا الشكل. انتم كتلاحظوا كنقادو، حيت كنقادو الان غادي نعمروها بهذا الجبن، كنعمرو بعد ما عملنا كندير الغطا هكذا، كنبركو على الجوانب كذلك كنديرو تنقدو الشكل هكذا، كنبركو على الجوانب باش يسدو لينا مزيان، كنحصلو من بعد ها هو الشكل. الان كنضعو في الطاوة، الان كناخد هاد المول دهنتو بالزبدة درت ليه شوية دقيق وكنضعها في هاد المول على هاد الشكل، ونفس الشكل اللي درت في الاول غنديرو في الثاني الكويرة الثانية، وكنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل هكدا، كنسرحو مزيان. كيف ما كتلاحظو العجين راه كبر طبع بزاف، راه ضربتو بيا حتى الماكلة راه كتجي واعرة في الماكلة هاد البريوش، كيجي بشكل جديد زعمو وجربو كيجي زوين بزاف. بعد ما سرحنا هذه الكويره الثانيه نفس الشكل اللي درنا في الاول غادي نديروه كذلك في الثاني، راه ساهل نتبعوا المرحله خطوه خطوه، كنبقاو نشرحوا على هذا الشكل وكنصوصوا الجوانب حتى تنوصلوا الوسط، ماشي الا درنا الطرف الثاني كيجينا هو هذاك مقاد. الان تقريبا وصلنا النص، كندير هذا الطرف هذا الطرف ونقادو مزيان باش كيجينا مقاد. كنحاول نعمرو كيجيو غزالين ولدات بزاف وبنان. نديرو هاد الطرف كنحاولو نبركو بيدينا كذلك كنقدو وكنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل، كنسدو ضروري نسدو من هنا باش ميتحلش لينا، وكنحطو في الطاوة كنقلبو وكنحطو في الطاوة، كنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل بسم الله. بعد ما كملنا البريوس ديالنا على هذا الشكل، الان كنترككم حتى تيخمروا، كنغطيو عليهم راه بدات تيخمروا، غنترككم حتى تضاعف الحجم وكنغطيو عليهم بسم الله. بعد ما تضاعف الحجم هانتوما كتلاحظوا كنحاولوا كنجمعوا الجوانب على هذا الشكل بشويه ايوا شوي هكدا، كنبقاو الان كناخدو كندهنو هاد البريش ديالنا، هانتوما كتلاحظو كندهنو بالبيض، كيجي المنظر ديالو والمذاق الحشوة لذيذة لذيذة بزاف، كنحاولو ندهنوه بشوية منحاولوش نبركو باش ميتفشوش لينا. بعد ما دهنا هاد البريوش ديالنا بالبيض كناخدو سجلان ابيض لكم كامل الاختيار، سانوج كنزينو كنزينو جوج جوانب بهذا الشكل. الان ندخلوها الفران، دائما الفران كنسخنو مزيان كنغطو علينا درجة تكون متوسطة وكنراقبوها حتى تطيب لينا. الشكل النهائي ديال البريوش بعد ما خرجناه من الفرن كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع ومسفش ولذيذ، وانتم كتلاحظوا حتى المقادير راه سهله موجوده في اي بيت،
ما فيها لا بيض لا زبده، كتجي لذيذه لذيذه بزاف وبنينه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.